تتفاوت الأعمال الإرهابية الوحشية وتتوحد المواقف الدولية، موقف موحد ذلك الذي حملته ردود الأفعال إزاء الحادث الإرهابي الوحشي الذي ضرب مقراً للجيش شمال مدينة عدن وراح ضحيته ما يزيد عن 150 شاب بين قتيل وجريح كانوا يتأهبون للانخراط في المؤسسة العسكرية الوطنية، فتعرضوا لهجوم إرهابي بسيارة مفخخة قادها انتحاري. وبينما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن واشنطن تدين بشدة هذا العمل الإرهابي، لم يذهب بعيداً المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية الذي أكد موقف بلاده من الحادثة الإرهابية عبر بيان قائلاً إن باريس تجدد دعمها للحكومة في مجال مكافحة الإرهاب، معرباً عن تعازيهم لأسر ضحايا الهجوم. الاتحاد الأوروبي هو الآخر حرص على التعاطي مع هذه الحادثة من موقف التزامه وعزمه الثابتين على مساعدة الشعب اليمني لمواجهة خطر الجماعات المتطرفة والإرهابية. أما مصر فجاء في بيان وزير خارجيتها المستشار أحمد أبو زيد الذي قدم تعازيه لأهالي الضحايا، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب الحكومة اليمنية في مواجهة الإرهاب. مجلس الوزراء كان وصف العمل الإرهابي في العاصمة المؤقتة عدن بأنه محاولة يائسة للنيل من عزيمة اليمنيين في إنهاء الانقلاب ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه. وشهدت مدينة عدن سلسلة من الأعمال الإرهابية حاولت زعزعة الأمن بعد تحريرها من قبضة الميليشيا الانقلابية، كما تسببت بمقتل العشرات خلال السنة التي تعيش اضطرابا بسبب انقلاب جماعة الحوثي والرئيس المخلوع على السلطة الشرعية.